شاء الله خوش حجم كبير ما شاء الله. اي اي بعيد وقاعد وكل ما صدنا شيء قطه. ما شاء الله اوه كفو كفو. ما شاء الله يا سلام على الريحه. يلا يلا قوية. يا سلام هذا ان شاء الله عشاء اليوم. شكرا يلا كا حي 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 شوف حي لبب كان نايم هني انا نايم هني شوفوا حاط لي حاجز وحبل عشان لا اطيح ان شاء الله جاهز لمسه الاخيره بس يا سلام يا سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ شو أخباركم؟ عساكم بخير. اليوم إن شاء الله عندنا كشتة بحرية بإذن الله 3 أيام، الحين تونا مبطين الأغراض. وهذول الشباب، هذا عثمان. هلا أبو صالح. وأبو خالد. هلا أبو صالح. وأبو سعود. هلا والله. يلا جهزنا الأغراض الحين؟ إي والله كل شيء تمام. كل شيء جاهز إن شاء الله. نبي نفل ونتوكل على الله، نشوفكم إن شاء الله في الجزيرة. شوف البكرة هذه عليها آثار صبغ أصلية يعني إيه هذه مالت مقاول صياد مقاول صياد مقاول صياد هذا خيط المقاول هذا خيط المقاول نشوف حطه على السنارة هذه هذه قد غيره هذه السنارة جاهزة والعدة إن شاء الله متوكلين على الله الى ام المرادم ان شاء الله نص ساعه نصل اول خطوه بننام فيها وباكر الصبح نشخط وعلى قولتهم صدنا قعدنا ما صدنا طلعنا فوق حق الله الحمد لله وصلنا الى الموقع هذا مكان ابو سعود يعرفه يقول ها ابو سعود هذا عند الجزيره في مرجان حلو هذا مكان ما في مرجان لازم اول شيء لازم نقط من المص على تراب ايوه مو ما نقطع هذا تحتنا بياضه هذا كله رمل يعطينا رمل فنقطع على اساس هني الصيد يكون اكثر لان اذا رحنا على المرجان اولا راح نقط فوق المرجان راح ناذي المرجان ثانيا السمك بالمكان المفتوح يكون اكثر وحساس الخيط ما يشيل بعد نعم صيد هني شنو المتوقع؟ ان شاء الله شعري بالول فسكر ان شاء الله سبيطي فاسكر فيه اسكر ها بس ان شاء الله بنصلي اول شيء تونا جاي المكان صلي نقول دعاء المكان ونشوح خيوطنا واذا في صيد ان شاء الله بتشوف هذا شاين الحين على الطاوله شباب ورا شباب ورا قاعد يحدقون علينا هواء ما شاء الله ما ادري الهواء راح يدل اتوقع المايك هذا جاي ان شاء الله عدل نضبطنا بشاي شاي وقهوة وين بعد قهوة؟ قهوة أمريكية أوه زقرت والله شباب طبعا هني دثرة فرشنا وأغراضنا لأن فضينا الصدر مساء صلينا وبنقعد هني هذا وقت النوم بس نرتبهم هلا هذا أهم شيء ترى أهم حاجة هذا عشان نضمنك معانا إيه هذه سنارات انا هذه وينها؟ هذه مالت الحداق مالتي طبعا هذه احسن سنارات حق الحداق 3000 شيمانو والقصبه صغيرونه كذي هذه احسن سناره بالعالم هذه القهوه؟ هذه القهوه وعلى طار القهوه طار حلو الشباب هناك عندهم اول الصيد يلا خلينا نشوف صيدهم شعري يلا زين ما شاء الله حجمه حلو خوش شعري ما شاء الله
يلا حطه عنده بالثلاجة على طول. يلا بلش يلا تعال قطه. يلا ان شاء الله فولوها لنا. صغير ها؟ منو احسن الخيط ولا السنارة؟ منو غلب؟ خيط تعدى السنارة. انا قاعد اقول المكان اللي هني يكون المعمق الخيط افضل من السنارة. عشان تسحب بسرعة. ايوه ما تعطي مجال لان الشعري والبالول من يحوش الجدار يدور اي صخرة يلف عليه. ويشيل. اي فالسنارة راح تعطي، الخيط لا اقرب عليه. كف كف. طبعا هني ابو العز الخبرة يعني ما ايه. تعدى عليه. يعني. نعم نعم خبرة القصاصير عنده. هاش. ما شاء الله اخو الشعري. داخل 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 ما شاء الله. توني اقول لو كان غير ها؟ ها نغير ولا لا؟ لا لا. والله خوش حجم ما شاء الله. ايش قاعد تسوي؟ اه قهوه والله. شوف طلعتنا سريعه ما شاء الله. طوف القهوه ها. لا والله اقول طلعتنا سريعه وبيني وبينك قهوه عربيه ودله وكذا وقعده راح تصير متعبه. هذه آلة سريعه قهوه امريكيه حق الرحلات السريعه يعني، بس عليك تخن ماي تحطه داخل. انا حطيت الماي داخل وتحط البن. ايه تحط الماي وفي كبسوله مو كبسوله علبه حق البن تحط فيها البن في المطحون وتقطها داخل خليها دقيقه بعدين تشخلها كذي. ايه فيها مشخال يتفلتر الماي فيها الحين تحت ويمشي على القهوه يعني يتفلتر على القهوه وينزل تحت تصير القهوه امريكيه كف وبس. الحين هذه قهوه شوف خلصت تقريبا. انا ما ودي افرها بسرعه اساس انت اذا فريتها شوي شوي افضل ها؟ احسن يعني ياخذ راحته شوي. هذه القهوه الحين امريكيه جاهزه. السلام. تمام. انا طبعا قاعد ينبر بس مخليه. شوف هذه. هذا الحين حق الشباب كل واحد كوب صغير قاعد في راسه. يا سلام عليك. تفضل. شلون امسك؟ شوف انا ماسك هذه. هذا السناره الحين. اشت الله صاحب هو ابو العز. تعال قهوه. سلام اخو الشعري والله احجام حلوه ما شاء الله. امسك امسك بيدك عشان يبين. طبعا التكنيك هني استخدمته. شنو هذا ماخذ كاكاو كله ما يصير كذي تعال. عشان تصيد تجي. لا يبا لا لا تقشف هني عسكريه. لك كل يوم حبة بس طاو رابطها بالخيط بعد ايه ردها رد ها عاش عاش ما شاء الله هذا ماخذهم كلهم ما يصير طحنا عليه. شوف هني الجدار كان واصل هني شوف صور صور هناك عاش اسحب حلو حجم زين اسحب رده فخليه من ياخذ الخيط عطيته شوي على اساس يسحب اي بلعها لما لشقته زارط الجيمه كلها ما شاء الله. شوف المجدار بعد ترى مو صغير حرفي حرفي ما شاء الله عليه المجدار لازم مجادير كبيره لازم عاش. افتح له الثلاجه شوفه راح لفوق تبي واحده كليت انت ولا ما كليت؟ قول الصج ابي واحده شلون لا واحده شلون قاس القهوه؟ طيب رحمن تبي؟ هذه انا وعزيز انت وعزيز بس خش الباجي تبي انت بس بس انت مسوي لنا شاي يعطيك اياه كله عادي بس زين جزاك الله نرده ثلاجه ما راح اكل اصلا زين شوي اي والله ماخذين الكاكاو حاطه عند الاخ بياكله ما يصير ما يصير رده هني اها تشيس الكاكاويات هني بحط لي قفل هني واقفله عشان لا يلعبون بالكاكاو خلينا نشوف هنا طايحين له سوالف قدام والرجال يقول خوش شعري والله ما شاء الله امسك امسكه امسكه عشان نشوف فرق ايدك بليه نشيط نشيط ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله شبر لحظة شبرين ثلاث أربع هذا عشان والله خوش شعري شوف شوف سمين بعد اي سمين هني منتفخ يعني سمين ونشيط عاش عاش ابو سعود ما شاء الله اختو الشعار يا كنكم انا وعثمان قاعدين قدام بس سوالف ها ايه طايح له سوالف ايه اقوتهم والشباب هني طايح له صيد الصيد يلا نبدل افتح خلنا نشوف كنا بلش عليهم صيد والله شعاري ها لحظة كم واحد صدتوا؟ واحد والله ما شاء الله قطه 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7 عيب الخيط شنو؟ شنو؟ طلعت شوف
تشربك؟ لا ما تشربك، بكل مكان لازم تنزله وترد تسحبه. اما السناره صيد وانت خوش ولد وانت مرتاح صاف خيطك داخل وخلاص. عسل على قلبك اذا صايد، ها؟ اهم شيء نصيد. عسل على قلبك. اليوم ان شاء الله كنا بنتعشى لحم، بس هالشعاري هذول فريش، ما احنا مطوفينهم، بنسويهم عشاء ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، صايد صايد عزيز. يلا يلا ما شاء الله، عاش عاش. انا قطيت سنارتي قدام، ان شاء الله تصيدها. ما شاء الله خوش حجم. عاش عاش والله، قالنا مكان فيه شعاري كبار. عاش ما شاء الله، من لطة تنبين كبير. عاش عاش. اوه زين والله جام، كلها زينه ما شاء الله. هني شقاضين والله الشباب، احنا بس شقاضين على الشاي. هذه على طريقه ابو احنا خليهم مجال يصيدون على راحتهم. بس خلهم خلهم مجال. اذا قطينا هاش شو ما راح تصيد. نعم شوف جيمه شنو، بس بس طفاحي. ليش؟ عشان شوف ما عليها تيار خفيف. اي بحط تقريبا 6 7 قدم. نعم استعرض المتابعين. تعلموا تعلموا يا الربع. انت قط اول ما يطيح الخيط تعطي باع باعين وتمسك، لان اذا نبر تعرف ان خيطك بالبحر المطلوب. اذا والله وقف النابر عطى باع باعين لين ينبر، بعدين عاد انت جاب. من يسحب الشط؟ من يسحب لا تلشط من اول شيء. آه. خليه يبلع. خليه يبلع. كفو. ترش الله. طبعا ابو سعود هذا حرفته من قبل. أيوة. القصاصير ها؟ اي والله. اماكن رق وشعاريه وسويطيه ما شاء الله، بس ما كنا طايحين بالتصوير عاد. ايه الحين عاد بنصور. اه زين حلو هذا. هذا صغير عن اللي مساح بس حلو حجمه. ما شاء الله. خليك مسكين. سويت عملية جراحية انت. عطنا الخبية عندك. فوطة. ما شاء الله سحب عندهم. يا الله انا بخلص شاي بقعد شو اسمه ضبط. ترك عنك الشاي صيد. والله انا قاعد ويا عثمان سوالف. نطفي الليت وشاي ونخطط حق المستقبل، بس مستقبلنا ما في صيد. عاش ابو صالح. كنا كبير هذا ها؟ والله سحب سحب. جا صوت. يلا يلا يلا. اسلم. هذا والله شكله مو سمكة حلال. اوف الشعر. ما شاء الله. اوه كفو كفو هذا ما شاء الله حجم ما شاء الله. ها ها عشان ما شاء الله حبلي هذا اكبرهم. ها اي امسكها امسكها ابو صالح. دقيقه عشان يبين الحجم. دقيقه طال امسك. شوف 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 ما شاء الله. ها ما شاء الله ابو صالح. شوف شوف حجم فاخر. هذا يتشبر. آه. هذا اللي يتشبر. ايش قبله ها؟ تبي تشبره؟ اي والله. كم شبر صغير ولا كبير؟ لا هذا يبي له شبر صجي. اها هذا شبر كامل ها؟ اي عند النقطة هذه يعني ها شبرين بالضبط. ما شاء الله. خوش حجم. كفو والله ابو صالح. كفو عاش. كذي نصيد احنا. ايه. صيدة واحدة بس تسوى. اعطيكم مجال ترى ها. شوف طالعها صح ابن الذين. اي والله طالعها كلش. حط اصبعي. ايه حط اصبعك انا. كلش داش هيك داخل. ذاك ذاك هذا. هذه التلاتين. ما شاء الله. ها صد. ايوه. ايه صد صد صد. والله طالعها بلع. عندك تلاتين ها؟ والله وناسه ما شاء الله. لشت. نام فيها نومه ها؟ اي أيوة والله. بس هذا اللي عندك والله ابو صالح اللي شطها فرشاشطه والله. صايد اثني؟ صايد بس صغير. يا حليله. يا حليله. قطعة غير واحد هذا. عبد الرحمن. هذا يبي ابوه. قطه بحر ولا لا؟ قطه قطه. زين. ما شاء الله. طلعنا. ما شاء الله. اكبر واحد هذا. اي والله ما شاء الله. يلا تونا غيرنا المكان شوي. اول حذفه ابو خالد شنو؟ شعري. لا هذا هذا يرد ابو خالد ما يسوى. ما يسوى. مستحيل. والله هذا قصاص خلاص راح. بس راح. ما يرده. انت قبل كم يوم شموه ها؟ خلنا. ترى ايش فيك مو صغير؟ قطه والله
هي هالكذا اللحم. تبي قطه؟ هالكذا قطه. شلون توكل قطن؟ مع انه والله زين. خلاص عادي اخذه ترى مو علشان التصوير. قايتيني ها زعلان هذا بيأذيننا. زعلان. يعني حد يقوم وقاعد وكل ما صدنا شيء قطه. لا زعل صدق لا خلاص لا تقطه مره ثانيه. والله صغير. خلي الرجال يصيد يا اسمه. خلاص كيفك يا ابو. عاش عاش ابو خالد ايه. انا هذه لحم ما قطيتها بقطها. ايوه. عزيز عاد هالمره ينقط يعني. عثمان لا تشوف. انسى شوف حط حط ايدك هذا اللي نفس اللي قطيناه مساء. هذا هذا اكبر. اكبر؟ لا هذا اكبر. اكبر بواحد انش يعني. ايه واحد انش 3 سم. هذا ابو كف اليد هذا تدش يسمونه يسمونه شعري صحن. هذا قياس الصح. اي هذا اصلا احلى قياس. شوف شوف. هم صدت قطه ايش يسوي صغار. اعطى خرج هالفوطه ابو. اعطى فوطه اعطى فوطه يستاهل. هاك هذه خذها عندك. اعطاه. اعطيتني الوصفه ترى الشخيطي كنا شاير وياك ها؟ ايه لحظة. اوبا يلا يلا ايه كذي قياس كذي قياس خلينا نشوف هذا القياس شوفوه ها بالضبط قدم اهدى هد اهدي اهدى اهدى هذا في وجبة نفر لا اثنين منه يكفي نفر الحين جاء وقت الطبخ. هذا واحد. الله كذي واجد اتوقع. ولا بتشبعون سمك؟ والله انا اقول لا انا اقول نشبع احسن. يلا نشبع سمك هذا. نسوي شويه عيش. عيش عاريه. هذا قياسه 100%. هذا عليه وسخ. اي بغص. ما شاء الله. هذا الشيء. هذا ما شاء الله. يا سلام سلام. يعني كل واحد له شعري. يلا هذا طبختنا الحين بنصفطهم وبنضبطهم هذول الشباب الحين قاعد يجهزون العشاء الحين قاعد ننظف الشعاريه اي صفط اول شيء كم واحد بنسوي شباب نسوي اربعه هذا واحد اثنين هذول بعد اي هذول ما شاء الله زين نضبطهم ان شاء الله نقصصهم ننظفهم هنا اي والطبخ ان شاء الله قدام عند ابو سعود باذن الله ان شاء الله من طباخنا عاد ابو سعود ولا الحمون سعود سعود ها يا جماعه طباخين عندنا ايه. بس اهم شيء لا يختلفون عشان لا نطبع لا لا على ابو رحمان بسعود بس بسعود يبي يطبخ اليوم كل شيء لان ارض جمهوره اي نودي هذول الى المائده عزيز بلش بالدقوس اوبا قاعد نسوي دقوس حق كل الطلعه دقوس اليوم حق طول الطلعه اليوم باكر وعقب باكر ان شاء الله علبه خليه سعود بلش لنا شغل اوه هذه خمسه حق العيش ابيض اول هذا بالصوت هذا اي اقلب عليه يا سلام يا خمسه شوي بعدين نكبها هذا العيش ها انا ودي الحين اكل صراحه والله جعنا ريحه هذا لحم ماك سمك ها ماك سمك لحين الله الواحد يجوع بعد من ساعه نسحب هالشعاري ها صيد قبل ساعه بالضبط يعني انا صدت شعري واحد بس يسوى بس يسوى اي والله انا صدت شعري قطعته بحر تسكر عليه كم تخليه يا عزيز؟ 10 دقائق امورك طيبة يلا بلشنا قلي سلام صوت 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 يقطب داخل ها؟ ايوه ان شاء الله يطلع هذا الصوت والله شيل يا دوش شيل يا حبيب ما شاء الله يا سلام على الريحة ايه نحط سكر
الدفعة الثانية. حط. ما شاء الله. ما شاء الله. هذا الاسمكة هذا ترى هذه حارة توها طالع. شوف طالع شوف شوف شوف. هذا وهذا. هذا حار اللي هني هذا. هذا بعد حار. شوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن الحمد بيضة بسم الله مضبوطة يلا علينا بالعافية حيل قوي ها حيل قوي والله حيل قوي خاصة اللي كنت جوعان اي حدنا جوع عاد يلا علينا بالعافية وكل الشغل موجود هني فلفل صل اخضر عصير لبن الحين يقولون الناس ما يصير لبن مع سمك عادي يا جماعة سلم ايدك يا ابو سعود قوية طبخة العافية ما شاء الله شعاري اربعة واحجامهم زينة خلصوا والعيش الحين هذا يا جماعة نوكل السمك يعني ما راح ينقط ان شاء الله ينقط بالبحر الحين يبي له نومة يا الربع على هالبراد هني شوف الشباب يبي له نومة الحين يبي له شاي شاي كاهو شاي الشاي تو تقعد لي الساعة واحدة سولو اي ساعة واحدة بس نسكر الليت شباب نشوف بنسكر الليت بس الرجال قاط سنارته قاعد حدق انت عبد الرحمن ما شبعت ما شبعت هذا وقت عندك فتاك عبينا الثلاجة اي والله خثاق ما عندنا ترى حق باكر وفر يبرد ثلاث ايام اوه تونا وش عشان تونا عاد صدنا خثاق جايبينه بالخيط شوي شوي سبحان الله لو بنطقه بالجزة هد الجزة ونحاش الحين وقت النوم نبي ننام كلنا بره لان الجو الصراحة مو بارد حيل هو حلو وبرد انا بنام هني حطيت لي هذا عشان يمسكني وحبل والله يستر هذاك ابو خالد اي والله لو النوم احسن بعد اذا قعدنا ندور يلا قعدت تدوروني يلا تصبحون على خير ان شاء الله نشوفكم بكره الصبح ان شاء الله اصبحنا واصبح الملك لله عاد الشمس توها طلعت لان هوا غربي حلو ما شاء الله هذا تونا قاعدين طبعا كلنا نمنا بالصدر او ثلاثه نامه سعود الحين نايم هذا عثمان كان نايم هني انا نايم هني شوفوا حاط لي حاجز وحبل عشان لا اطيح الجو علينا غربي ما شاء الله تبارك الرحمن وخالد نايم هني قتيل يا رب خالد نايم الرجال نايم طبعا قاعدين الجو ما شاء الله الحين براد حيل حلو امس بالليل والله الصراحة كان الجو رطب شوية حرورة بس انه برا زين الحين عاد مسوي ريوق نقوم سن اغراضنا عفستنا بس ناطرين الاخوان يقومون شلون عزيز النوم احسن من الكنعد النوم احسن من الكنعد افا مراد يقوم يا الربع ما انت حلمان قوم شمس هذا وصج كنعد كنعد طاح عندك بالش اسمه يلا ناطرين الشاي جهز قلاصي والشابوره اول كيك ما شاء الله جميلة جدا براد بريد شوي بس انه ما يحتاج ان تلبس جاكيت ستوقع بعد ساعة لا راح يصير برد حر هذه قهوة الصبح قهوة انا قلت اقول لكم الصبح صح صح اي هذا احسن شيء الصبح تسوي تبي شاي؟ هذا شاي بعد هذا صدق الغراب برغوة بعد ها؟ برغوة يا سلام عليك اعطينا الرغوة الله حين تريق ما شاء الله قعدوا يا جماعة هذا طباخ وهذا طباخ يعني هم نايمين ما تسوى القعدة ودك ترد تنام ينضبطونا ريوق يا جماعة سنعنا الأغراض ترتيب ها ايش عندنا اطباق اليوم سعود عندنا كل خير بيض مقلي
هذا البيض. مقلي بيض. دقوس لا يطيح. دبي شيء ثاني هني الخبرة ما شاء الله وهذه المؤونة. يا سلام يا سلام. هذا البيض. شو الحركة هذه صافهم بالدور يعني؟ كل واحد ياخذ واحد. سوي ابتسامة. خالد ما له خلق يشتغل. شوف أبي فيس. أبي فيس؟ إيه سوي له عيون صح. يا سلام خوش قاعد هذا عثمان. يا هلا ابو صالح. هلا هلا فيك. هلا هلا. يوم خوش قاعد الصبح والناس نايمه. اي والله نايم الناس قاعدين قاعد فيهم طافنا الكنعد. لا ما شاء الله اول ما قاعد ابو خالد شوف قط السناره على طول ما يتعطل الرجال. الجيمه مالت امس. يلا ما طول قطها. طبعا الحين رق هني جماعة رق الصبح لا تحدق بس بالليل. يلا اديله اديله ما ترحموش. هبي فيس بس بدون عيون مسكر عيونه. جبن اليوم ريوقنا خفيف يا جماعة عشان بنلحق. ها ابو سعود ايه يلا علينا بالعافية. الحين خلصنا ريوق وتونا مبلشين تشغيل. هذا ابو سعود ننزل السنارات هذه واحدة هذه وهذه باقي هذه. قول بسم الله توكلنا على الله ونسأل الله التوفيق. هاي شوف هاي يقول ضلعة ضلعة والله حجمها ترى نفس اللي يقولك عنها حلو. هذا ضلع ها؟ قام قام اشتغل والله صار تبي نسوي عليه كاست. تبي كاست؟ يلا يلا السنارات الحين اتوقع اربع الحين صار بالعز. هلا والله ضربوا ها؟ استانس استانس شوف ابتسامة وغير ها؟ ما ادري شو ضارب يعني. ايه يلا ما عليك. هذه كبيرة قطعة عندي قامت بالفيلم شوية عندنا. قطعة. الحين غيرنا من أم المرادم جينا حق جزيرة قارو. تونا نزلنا السنارات غيرنا البوردات حطينا بوردات أكبر. وهذه جزيرة قارو. أقول لكم هذه الجزيرة. شوف ها بدايتها هني طب شاء الله يستر لا يكون ضلعة. ان شاء الله تنعد ها يلا او خباطه صغيره. هذا هذا كان كبير. ايه خباطه خباطه. اه يلا تيتي ها مثل ما رحتي جيتي. هذه تونة تيتي صغيرة. والله غيرنا الخطة يا جماعة. احنا بطلنا الصداف هذا ها على هالبراد. شنو يبي لك؟ يبي لك شاي. تحط قلاسك كذي المرة عاد شاي مو شاي حليب. بسم الله. صارت طلعنا الدرية. دارية؟ نحط الدارية الحين. ايه حق شنو؟ سمكة صغيرة شكها محايا. يلا من يصيد لك؟ انا هاشتاج ابو خالد. ترى المهمات الصعبة كلها عند ابو خالد. يلا هذا الشاي وقاعدة هني على هالبراد الحلو ها تمزمز. تشخيط اليوم سبحان الله ماكو ولا شيء يعني صدنا كم ضلعة والتونة هذه تيتي ومرة ضربت وفلتت هم نتوقع ضبعة يمكن العصر إن شاء الله ضد نشخط. ما شاء الله صدت عثمان. هذا شنينه عبالي شاير طلع فيه شنينه. اي ترى هذا يلحق. هذا شنينه يا جماعة بس صغير ضد بحر. الله الله شاك حلدي المسكين. يلا يلا قطة قطة بحر عشان يصدقون نقط شيء بحر. شنو هذا بصالح؟ خباطه.
يا حليله حليلها والله صغيره حيل. كم في هذه كيلو كيلوين؟ هذا ان شاء الله اول الخير باذن الله. هذا الحين رسميا اول شن عدنا نصيدها. ها بدينا واحده بعد ونسويها غدا ان شاء الله. ان شاء الله اول ما قلت الله اكبر انا وعثمان ضربوا عليهم اربع اضلاع اربعه طلعوا ثلاثه وحده راحت لتك بس قطوهم بحر ما نبيهم هذول. شوح شوح بحر خلنا نصور. يلا كاتش اند ريليز روحي. راحت راحت هاك بالعز من الله راحوا وسبحوا زين. يلا بسم الله راحت سبحت الى اللقاء. دايخة والله جاية يا الربع تبينا. في قفشة لا يكون فيه. أنا قفشة لا تضرب عليها. تخيل تضربها سبحان الله بس كنا ميت. اي والله ميت الظاهر ضاربته الضلعة والله صغيرة شكله. لا والله كاف حي 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 شوف حي شوف لبط. بسم الله روح دورك ضلعة ثانية. واخيرا بعد يوم تقريبا كامل صدنا العشاء بعد امسك السكان. خلنا نوريكم العشاء مالنا الحمد لله بعد عناء طويل صدنا كنعده. طبعا هذه الاولى خباطه صغيره هذه الحين كافيه لنا ان شاء الله عشان الليله. ها عارف حاضر كثير عنها الصنق هذا اي ظهر السكين. هذه بظهر السكين ها؟ ننظفها أول شيء ونغسلها. راح إن شاء الله نقصصها وننظف بطنها ونتبلها. خلي كل قطعة تقريبا اصبعين. ما شاء الله هذه صادت خلاص. خله جاب الصيد. عاش ارفع تبونها. يلا اخذوها. هلا ابو صالح. هلا الشباب. هلا الحمون. عقب ما خلصنا ضربة السنارة طلعنا الضلع الحين نكمل فصلة التقطيع. ها ابو صالح. يلا نبي صيد ها. بس الحين خلص تقطيع وبعدين نبلش معانا ان شاء الله ها. وهذا بالعز يلا. نبلش يا سريع 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 ها. بعد بالبحر لازم شغل سريع سريع. اهم شيء حجي يكون منظف عدل الباجي ما في مشكله لو تقصها مربعات. وين وين شو تسوي يا ابو سعود شو تسوي؟ يا سعد لا يروح بحر لا يروح بحر ما شاء الله يا الربع. شوفه على الشمس سلامه. يو سلو هذه ان شاء الله عشاء اليوم تو ما شاء الله. اي سلطه هذه احسن. هذه سلطه السبيكه باذن الله. يعطيكم العافيه تقصص. الله يعافيك.
طبعا الشباب ما شاء الله حارب حارب، احنا من الصبح قاعد نشخط، كنا نبي عشا اليوم كان عام، بس سبحان الله شخطنا شلطن ماكو شيء، خبطة واحدة صغيرة صدنا واحدة فلتت، عاد الحين خلاص قلنا بنوقف كان صيد هذه، هذه ما شاء الله تكفي وزيادة. ان شاء الله الحين بنسوي السلطة هذه السبيتشة اللي بالليمون نطقطق فيها، والليلة ان شاء الله نتعشاها. الحين طبعا احنا واقفين هني، ابو خالد قاعد يطالع الاحداثيات ويدور الشعري، ان شاء الله اليوم يلا ان شاء الله. عندك خثاق موجود؟ يلا نعطيك الخباطة اذا تبي تقطعها. يلا طبعا نجي اول شيء نشوف الاماكن اللي ما فيها صخر، احنا الحين بالهذه كلها بياضة، ويكون الصخر دار مدارنا ونشوح نفس امس. هذا حق السبيتشة طال عمرك، نحطه هني زين، ونحط عليها ليمون، يبلنا مشخال عشان نشخل الحب هذا. اجواء الجزيرة ما شاء الله، هذا غروب الشمس. خالد تبارك الرحمن شاح خيطه، وهني شغل عادل الطبخ بروفيشنال. هذه السلطة حطها على هذا، بسم الله. طبعا السلطة تقدرون تحطون يا جماعة اي شيء، انا حاط بقدونس وفلفل اخضر، هذا الفلفل الاخضر او بصل اخضر وبصل ابيض وطماط وبقدونس، بس الحين نخلطها ونوريكم اياها ان شاء الله. هذا زيت زيتون، نعطيها خلطة مرة ثانية. هذا شنو تطبخ مصالح ولا؟ هذا بس بالليمون. بس بالليمون. يعني شوف هذا يبين وياك ولا لا، هذه هي. كاهي شلون صار لونها ابيض كنا مطبوخ. السلام عليكم. نقول بسم الله. عجيبة عجيبة جدا. هذه تعطيك تصبيره ليل عشاء. اي قاعد اكل ايش تبي؟ تعال تعال قاعد نذوق ما قاعد ناكل. يلا قاعد اذوق، خذ لك قطع ملح تبي. خذ لك قطع صغيره وجربها. ما سمي سمير. بسم الله. يلا الحمن. حط على وجه الحمن وهو ياكل. اول مره يكون الوجه شوي معدل. حلو والله، حلو. يلا بالعافيه بالعافيه يا جماعه. هذا راس الكنعده، قصينا قطع من اللحم وبحدك فيها، نشوف ان شاء الله النتيجه. هذه الكنعده ايه صدنا. شوف على يسره ما شاء الله، وياها خيط كبير ما شاء الله، خوش حجم ما شاء 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 شاء. لا زين هذا كبير والله ما شاء الله. ليش انا صنارتي قاطع بينا فوط. خالد شلون الحداق؟ تمام زين. بلش الشعر يعني. يلا يلا شد حيلك، اليوم ان شاء الله اخر يوم، الليله هني نشلخ الشعار ان شاء الله وبعدين نرجع، اهم شيء نجيمه بس. والله حجمه زين. لحظه هذا
احلى حجم حق لك. هذا بعد كبير ما شاء الله. بين روح انحدق ورا. لا يلحف لا يلحف لا يلحف. اوه ما شاء الله ما شاء الله. شعري شعري. شقال حدك. هاي افلت منك. رخ رخ وياي عفوا. قبقب. لا لا. لا لا القبقب عندك انت ها ما شاء الله هني. اسحب ما شاء الله. هذا بلية ما شاء الله. ايه ما شاء الله. كبير ما شاء الله. اي اي بين عجيب ما شاء الله. طبعا انا يا جماعه هني قاعد خلنا اوريكم ها انا حاط الباور بانك ومنسدح هني. طبعا سدحه الحين بعد شوي بنسوي العشاء بس هذه سدحه اللي ها كنا خليت لي غفوه بس قالوا لي تعال تعال كبير صبره وحارصين على التصوير والله عشانكم يا شباب. الحين هذا ابو خالد قاعد هني تجهيز العشاء. ابو خالد ترى طباخ انت ليش ما تطبخ؟ بالسمك ابو العز ما تعدى عليه. لا. بس شو اسمه بالسمك. ولا عشان ارضه وجمهوره؟ ارضه وجمهوره وكل شيء. بس ان شاء الله. انت ارضك وجمهورك متى؟ ابو العز بالسمك بس. انا بالشاليه. لا مو بالشاليه بالديره نبي. بالديره بعد. زين لحم. لحم عندنا الموضوع باكر ان شاء الله غدا. بس ان شاء الله باكر. هذا الحين طبعا اذا كنت تغدون يعني ان شاء الله انت غدا انت شجعنا عشان تغدا ان شاء الله. هذا هني عثمان اعطيه العافيه عافيك. قاعد يفرم الخبره. طبختنا اليوم شنو ابو سعود؟ طبق كنعد نطبق على قطعتين اي وقطعتين والباجي مقلي يعني مطبق والباجي مقلي عشان ننكه فيه العيش لان الكنعدة اذا كانت سمينة اخذ راحتك بالمطبق يعني احسن تكون احلى. وهذه سمينة ولا لا نظرتك لها؟ نص 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 مطبق ونص مقلي مقلي يا نعطيهم قلية خفيفة بعدين ما شاء الله ريحة البهار قوية حلوة. هذه بهارات شنو؟ هذه بهارات في خلطة سرية أبو خالد. خلطة سرية والله ريحتها حيل حلوة. ودك تاكلها هنية؟ الحين تقليها قلية خفيفة بس. إي. بعدين نشيلها. هذه قلية خفيفة بس ها؟ هذا الدهن هذا النكهة فيه كله نحطها معه الحمسة ها. السلام عليك. ريحة ريحة قوية. شوف قصة البصل خليه 35 ثانية يستوي. يا سلام. أعطنا الثوم الثوم. أبي الثوم أبي الثوم. الثوم وين نخليه هني؟ هذا كان. شاغر البصل. هذا هذا ثوم وزنجبيل مع بعض. هذا لومي ورق بهار دارسين وقرفة أو مسمار وهيل. هذا نحط الحين الشبن خضرة. هذا شبنت ها أو شبت بعض البلدان العربية يسمونه شبت. والله ريحة الخضرة الحين جوعتنا جوعتنا ابو سعود. طباخ كأنك قاعد بالبيت طباخ بيت انا الحين كنعد سطح عند السطح النار عشان تاخذ ريحة الحمسة. نقلب شوف شوف اللون مع الخضرة شلون صار. يا سلام الماي حار يفوح على حسب حجم الكنعدة. إذا صغيرة 5 دقائق كافية. هذه والله يبيلها بس 8 دقائق إلى 10 دقائق إن شاء الله تستوي. تصب عليها يعني 8 دقائق إلى 10 دقائق. تصب عليها نصب العيش عليه بعد ما فحناه.
قبل طبعا عيش منقع مقصر النار مقصر النار الحين اذا حطينا العيش لان العيش بارد لازم نطوله ما شاء الله منعد ينقلع هذا الدقوس يا جماعة هذا ما لمس شوفوا مطلعينه من الثلاجة بارد بس ندق عليه شنو شقل عليه بسم الله الشولة أيوة آه تضحك على شولتي آه تضحك على شولتنا إيه حاطة جديد والله هذه شولتنا صار لها سنتين راح نسوي لها تقاعد السنة هذه إن شاء الله هذا ان شاء الله نديله بسم الله بسم الله عاش عاش جماعة هذه اللي صدناها مساء سوينا منها سبيتشة السلطة المساء وهذه الوجبة الثانية يلا علينا بالعافية واشبع كان عد يا الربع الله السلام حار يا الربع ولا حار اح ايه اي والله حار ما شاء الله تبارك الرحمن بسم الله يا سلام الحمد لله تسلم ايدك يا ابو سعود حدها قويه صراحه تمطر صعبة بس ترى في مشاركة من أبو خالد لازم أنا مساعدة يعني إيه مساعد لا تعلم منه والطبخة صراحة الكنعدة يعني حجمها شوي كبير لكن الحمد لله قدرنا نخلصها الحمد لله يلا الحين شنو يبي له عثمان الحين يبي تسكر الليت وتولك شاي أي وسوالف ليل فجر أي السوالف أنا عارف السوالف هذه طبعا سوالف ليل فجر في نص ساعة بدي راح نام يعني أي أنا آخر واحد راح ينام اي انت قزرتها نوم اصلا صباحك الله بالخير الله خير بالنور عاش عاش والله يضبط الشاي هلا هلا بصالح صباحك الخير ما شاء الله الساعه الحين 7 اي قعدت تربع يمكن قاعد انت شوي قبل لا تريح ثاني مره اي ما شاء الله اجواء حلوه وهدوء الحين كنا بدا الموج خفيف اي بدانا موج شباب ان شاء الله نايمين ما شاء الله نايمين الشباب ما شاء الله يا الجو انا قمت مساء صليت رديت عطيتها غفوة الشمس طالعة لكن علينا غيوم والماي هني صافية هذا احلى فيو ترى تنايم على البحر واهم شيء حاط الحبل هذا عشان لا اقلب واطيح بحر يعني لو عليك بالصيف عادي اول ما تقعد تقط نفسك بحر توضى وتغسل وتصعد امشي الحبل هذا حتى هناك ابو خالد حاطين له عشان الله يطيح بحر توني خذيت شاور سريع طبعا هني شاور شلون تسخن ماي وعندنا داخل بريد تسبح فيه الحين الشباب ما شاء الله بدوا يقعدون هذا عثمان مجهز لنا الشاي ان شاء الله هذا عثمان جهز الشاي جاهز يا سلام الله يعطيك العافيه الله يعافيك ربع شقرديه ما شاء الله الحين ان شاء الله الخطه متريق وبعدها ان شاء الله بنغير المكان بنروح مكان ثاني نشخط هناك ليل عصاري كذي واحتمال نتغدى ونطلع الحين هذا تريق طبعا اول شيء شابوره وشاي حليب هناك قهوة اني قام هذا جثة الحين سعود يلا قوم قوم حجي يلا اجواء هني شغل عدل مع صوت البحر ودك تحطه منبه الله سلام يا السلام عليك وعليك اليوم اللي بيضبطنا بالريوق عثمان
يقول بيسوي لنا فول اصلي اليوم. المنيو والله سلمك راح نسوي لك فول بس حار شوي يعني. فول حار، فول مع بصل اخضر شوي ومع فلفل حلو هذا زين. وراح نسوي بيض عيون مع هم من طماط، راح نحمش الطماطم مع الفلفل الاسود شوي وبعدين فوق بيض عيون باذن الله، وجبن وطماط وشغلات هذه ان شاء الله. تمام، شيء سريع. ومن المربى اهم شيء نسيناه امس ابو خالد. ايوه يلا، هذا الشغل الحين يجهز، والشباب ما شاء الله شالوا فرشهم. شوف ما شاء الله هني تقطع اي شيء يجي السمك هنا. هذا همسه طبعا، فصل شوف البصل الابيض عن الاخضر، هذا حق الحمس وهذا حق التزيين ان شاء الله. تزيين. راح نحركه شوي بعدين بحط معاه الفلفل. فلفل باذن الله، ونبلش بعدها. هذا الشغل هني. هذا يا جماعه علبه البهارات، طبعا هذا الصوت المضخه هني، عزيز قاعد يسبح داخل المزعجه. هني نحط كل شغلنا، بهارات، زيت، ملح، الشغل هذا، حتى معلبات خليها بالجنطه هذه. اسمع 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 اسمع، ما شاء الله يا يستر. هذا حار، نص حار نص بارد ان شاء الله، مع الحماس يصير بارد. والله من ريحته الحين بينق حار. اسمع عليك ما عليك ان شاء الله. يلا يلا، شنو هذا؟ هذا فول ورنيه مكشور. بس مكتوب بالفلفل الحار، بس نستنى عشان لا يصير فلفل جبل يعني. فلفل وفلفل، الشباب يحبون سبايسي، انا احب الفلفل بس اليوم بتكثر الفلفل. بتكرف بخال اليوم. ايه تعود على خالي بدر ما شاء الله، كله فلفل. ايه ما شاء الله. هذا الفول جاهز. خليه على جنب. هذا الفول خلص. بس هذا الحين اسرع سريع، شنو الحين؟ هذا تنظيف على السريع عشان نسوي بنفس المقله البيض. نسحب كذا على السريع. هذا حق البيض. هذا حق البيض. هذا في سمك يمكن يا جماعه اللي يطيح قطع. شوف شوف السمك الحين اللي ماكو مكان. تخليه بس يذوب الطماط شوي. ايه. حط عليه البيض ان شاء الله. اي شيء اكل تقطونه هني ياكله السمك. وهذا الحين فوق الفول شوي وفوق البيض شوي. تزيين. تزيين. طيب يا جماعه هني حراره الشوله هذا يظل دافي، هني دفى. خلاص ان شاء الله جاهز. اللمسه الاخيره بس. هذا بس يبينا نحطه وين تحطوني؟ تبون ما تبون بالمقله؟ يطلع تطلع بس انه كيفك، تبي تخليها بالمقله؟ ايوه بس ضبطنا ما شاء الله. هذا البيض جاهز. طبعا هني مسوي الجبن عندكم، هذا خضر والفول طماط زياده ريوق الملك. يلا سموا يا الربع. ترجيك اعطانا احلى شيء في الكشتات الاكل. الفول حار يا جماعه. ايه الفول حار يصلح. فلفل الحمد لله سقطنا اغراضنا، حطيناهم هني لان احتمال في راش. هذول الشباب ها اربطوا احزمتكم ان شاء الله منطلقين الى الصيد بس في مكان ثاني. يلا مع السلامه يا جزيره ام المرادي. خلص الشاي هذا قاعده الشباب. خالد
بدي شاي ابو خالد. بس عشان ما يقطع عليك. طيب هني كاع طق طلع طلع شوف طق طلع هذا خلاص نلفح عليه يلا يلا عاش عاش مبوش مبوش بس على سرعة كنت صيد الحين طلعها وبعدين نلف نلف نرجع بس قربها طقري طقري عثمان لا لا لازم قدام يمين ايه لك تسلي قدامي ليش قوية هذه صار صيدها على جنب هذه التونة العنيدة هذه الضلع العنيدة اي والله الضلع العنيدة كاهي 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 بينت 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 عاش عاش ابو صالح عاش من قام آه. يلا الحمد جهز نفسك ها بنروح لهم ثاني مره كاي 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 تنقص بوجهك دير بالك هذه هذا شوفوا بالقوع وهذا عزيز صاد يلا نزل نزل شنو هي ضلعه اسحب اسحب يا باشا وينها ما اشوف وينها كاهي خلينا نشوفها شنو ضلعه ولا عنيده ها تم لا حد يقط اه بينه ويانا بص احد يصيد تم اول مره اصيد اجك والله قوي وينك يا الخال اي والله وينك وين الشمات هذا يا الصنق ماله تحتنا تحتنا بالقوع عزيز ايش كذا اوه هذا الراس ها صدت كفو 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 ابو خالد قرب عليه قرب عليه والله كبيره شكلها ولا منقسي يا الربع سالفتكم انتوا على المنقسيه اول مره اشوف طبش منقسي كم 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 ايش كثرهم ايه سبيله فاس ترى يا شباب عثمان احذف وطبش طبش ترى راح يجونك بس قطه للقوع اضربت كفو ان شاء الله انها مصيده اللقطه عاد ايه يا ولد بسرعه صار اه انقزت هني بعد لا والله كنا قص لا ما قص الله يلا يلا اكشن فل فل اكشن عاش الله الراس كله تعالوا كان عندهم كام 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 عند عزيز شش اسحب اسحب خليك راجل امسكها اعطني جيبها من هنا احسن اعطني النايلون يا رب والله تشكبرها افتح افتح البير
صاد 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 عثمان عبد الرحمن. اسحب اسحب اسحب. هي هي هي. اقعد اقعد. حلوه التبديل هذه سريع. اتمنى الحين مبتلش فيها. امسك اهم شيء النايلون، لا تمسك الحرير قص ايدك. قاعد يضربونه. ضار كبير عليهم. ايه صادته صدته صدته. اه مسك ذيلها. اذا وقفت بوشت ورديت قري خلاص يروح الراس. يعني اقرب من شنشن تبي. يلا يلا عزيز. ها آه، ضربات شي شي قط كاف كاف عندك. ظلاكم عزيز شوفهم كله عندنا حوالينا شباب من الحر لبسوا شورتات. يبي لك شي صغير الظاهر. خيرا عزيز. كم كم يا ولد. اقعد النقزه الحين بيجي وياه ربعها. اي ربعها وياه شوفها. يا ويلك يا عزيز. قربها خلنا اسحبها انا. اخر بسم الله. الحين خلصنا بنروح عاد نشخر. يعطيكم العافيه. الله يعافيك. آه خلاص نفاح. خلاص. خلاص يلا. طبعا واحد انقص خيطه عزيز قاعد يرد عليه. الحين ابو خالد شو تسوي؟ نعبي ماي. هذا تانكي. طبعا هني تانكي تحت الكرسي هذا تانكي الحمام وانتم كرامه. ففضل الحين بنعبي. عندنا طبعا هذا عندنا هذا زياده. وفي تانكي هني هم فضل هذا. في عندنا هذا باقي. ماي واجد. يعني هذا حق الغسيل بعد شوي والطبخ. وهذا حق الحمام والحنفيه اللي ورا. قاعد نجهز. بنحط طبعا كله بورد سبعه سبعه. المفروض نحط سته ورا لكن بنحط سبعه سته لان عندنا سته واحد بس. والقفاش عاد الوان انتم تنقون وتجربون. اوكي خلاص. هذولا سبحان الله الحين هذولا واحدة وفلتت واحدة وفلتت الحين ثنتين صدنا واحدة وواحدة فلتت. يلا الحمد لله بس الحين ما شاء الله بدأ يشتغل في العصر. طب خلينا نشوف عاد شنو خباط ولا ضلعه. ما بين كام عزيز كاي كاي خباطه خباطه. هذا الصيد خطأ. الحين خلصنا تشخيط و
وان شاء الله رايحين مكان درة عشان فيها موجة نطبخ غدانا هناك. وصلنا المكان، ما شبعت من الصيد عزيز. اخر ورق. خلاص يبا بنطبخ غدانا الحين. اليوم انا ها طباخ؟ شنك طبخت؟ شوية جيك. اجينا بنطبخ الحين. ما في شيء، ما في شيء، موقفك مكان حتى سمكه ما في. زورية ما في. يصيدون. اليوم الحين تونا خالصين من شو اسمه؟ من التشخيط. هذا الحين حدي جوعان انا. نبيلنا كبسة. نبيلنا كبسة والطباخ. بشير قاعد جيك جيك. اي والله شير يا معود، شير ضبط شغلك، نبي نتغدى الحين. طقك اليوح ها؟ والله حد جوعان، مو جوعان انت؟ انا صار لي سنين سنين. يلا شباب جوع يا عبد الرحمن خالد. يلا يلا سمعنا المكان، الحين نتبل لنا ابو خالد كبسة لحم من اللي يحبه قلبك. تتبيلة كذي شغل بتياس يا جماعة بس طيب يعني. يلا 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 خذيلة. إين عشر دقايق طال عمرك ونرد له بس. عشر دقايق ونرد له. سخن ماي هني. وهذا قاعد أغسل يعني. طبعا انا وعزيز قاعد نسوي الشغل ورا بس الشباب قالوا تعال نبي نطبخ. صورتهم. يعطيك العافيه ابو سعود. هذا الحين قاعد نقصص الخيوط ونضبط. هذه بوردات مجمعينها بالسطل. وهني القفاش دش الحمام. طبعا كل ما تخلص التشخيط الافضل تشيل القفشه من البورد وتغسلها وتحطها في الجنطه داخل عشان هني قبل نحطهم مع القفاش. يعني كل بورد نخلص مع قفشه نحطه بعدين نقعد ندور قفشه ما نلقاها. فافضل البورد قص القفشه وخلي البورد بروحه مع اخيه. سكر نقاط الكهرباء تضبط شغلك. ايه سكر سكر. هذه نقطه الكهرباء اذا تبي شغلك يشتغل لازم تسكر. وهناك الصكه الثانيه. وهذا كان تيب هذا لزق وما راح خليناه. اوه في قفشه هني. هذه صياده يا جماعه حق الخباط. الحين طال عمرك نسناهم. يا سلام. نعطيهم ماي شوي ونخليه نضغطه. الحين نطبق عليه بعدين. ايش كثر تخليه؟ خليه تقريبا نص ساعه. اي بس خلص نص ساعه تكب العيش وتخلص. تكب العيش. شوف سحر. عاش استوت العين. الملح ما شاء الله الشباب قاعد يطلعون كل الاغراض. خلينا نشوف اغراض الكشتة شنو بقى منها. والله صراحه فنان ها والله قياس ابو صالح. اغراض الكشتة ما بقى منها شيء. هذا الدقوس الحين ما نحتاجه لان الكبسه كبسه حمراء فخلاص بنغسل الجدر بنكتب باجي. هذا حق اخر وجبه. لبن سفن روب يعني قياسها صح. عاش 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 من قاع مصابك. ايه نشوفها. لا مضبوطة بينت الطبخة. ها ما شاء الله طبخة جدا جدا جميلة. تسلم ايدك يا ابو خالد. العافية بالعافية يا ابو صالح صراحة. اي والله
وجبة حدها قوية صراحة. كشتة الجاية ما راح أطبخ أنا. بس ابو خالد طباخ؟ اي أيوة والله تسلمين. لا يا ابو العز صراحه طبخه من اجمل الاكلات اللي خليتها. الحمد لله على السلامه وصلنا المارينا او الخيران، وصلنا المرسى وانتهت رحلتنا. كانت رحله ممتعه الصراحه، 3 ايام قضيناها في جزيره ام المرادم وقارو، واخترينا كذا مكان طبخ وناسه. ان شاء الله تكونون استمتعتوا ويانا يعني. الحين قاعد نشيل اغراض، كل اغراضنا، وهذه زبالتنا، وهناك هذه اغراضنا وسباقاتنا، والحين ان شاء الله بنطلع الصيد بنوريكم اياه. يعطيك العافيه عثمان. الله يعافيك. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، والله خوش طلعه. الحمد لله. تونسنا والله الحمد، شاف كلهم ما قصرنا. الله يعطيك العافيه يا ابو خالد. الله يعافيك يا ابو صالح. مساك الله خير. وياك ان شاء الله. ما قصرت والله بالطلعه هذه. سعود شريك يعطيك العافيه. الله يعافيك، جزاك الله خير. يا هلا يا هلا، يعطيكم العافيه، سامحونا على القصور. الحمد لله. وهني نقول لكم انتهت الطلعه او انتهى هذا المقطع الفيديو، ان شاء الله يكون فيديو جميل واستمتعتوا معانا، ونشوفكم على خير. لا تنسونا من دعائكم ودعم القناه، ونشوفكم ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. بعد 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 ما طاحوا. تبارك الرحمن. هذا صيد. كيس هذا. هذا صيدنا خباط وشعارية. ويلا من فضلك. هذا غير طبعا اللي كلينا. الحمد لله خوش طلع، 5 ستار انا اشوفه. هذا بعد. اوه هذا بعد. هذه سمينه حيل ترى ما شاء الله. هذه ضعيفه بعد ما شاء الله.